نتابع سريعا قبل أن أعود للدكتور جمال أيضا هذا الفيديو من مدينة الأزيغ في تركيا بعد الزلزال الثاني، تفضلوا. أيضا قبل أن أعود للدكتور جمال لنتابع هذا المقطع الجوي الذي يبين حجم الدمار في مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزالين المدمرين في الجنوب التركي، تفضلوا. هذا مشهد مهول حقيقة، يقف الإنسان عاجزا أمامه ويسأل الله العفو والعافية. دكتور جمال،